نعم. السؤال الثالث، حكم تقديم الكفن لفض السقف في الصعيد، هل نقول على الفعل بدعة لأنه أمر مستحدث أم نقول عليه أمر جائز لحل المشكلة؟ لا، هم الآن إذا قتل شخص شخصا فأراد أهل المقتول أن يأخذوا بالقصاص ويقتل القاتل، فيذهب إليهم القاتل مع أهله ويقول لهم: ها أنا جئت مستسلما وكفني معي كي تقتلونني. فهم إذا فعل ذلك ورأوا استسلاما منه قالوا: عفونا عنك. هذا ما في خلاف للشريعة في حاجة فيما أعلم. ما وجه الخلاف في الشريعة فيه؟ أنت فهم كلامي؟ أيوة فهم. هذا الكلام ليس فيه خلاف للشريعة. هو قال: يا جماعة أنا قتلت منكم أحدا وأنا معترف بذنبي وجئتكم للقصاص وهذا كفني، اقتلوني وكفنوني فيه. خلاص قالوا عفونا، خلاص انتهى الأمر. شكرا الله لك. ولك، الله يسلمك. يا أخي لا نناقش جزئية من الذي يقتله، لا نناقش ويتكلم على الكفن، أصطحبه للكفن.